مشروع العزل مشروع مشترك ما بين الأحمر الهلال الأحمر القطري والصليب الأحمر الدولي والصليب الأحمر اللبناني. الهلال الأحمر القطري له تجارب سابقة من فترات طويلة بالمشروع العزل، نفذ كذا مشروع جيد جدا كان التنفيذ. مشروع العزل يستهدف بحدود 600 خيمة بعرسال وبحدود 100 خيمة بمنطقة عكار. شباب ما في منه نخزن كل النهار ما نشعل الفوبيا.